دكتور شريف مختار، أستاذ أمراض قلب القصر العيني، أستاذ طب الحالات الحرجة، رئيس مجلس إدارة الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة. المشروع اللي هو بنتكلم عليه النهاردة اللي هو المشروع بسميه المشروع القومي لمواجهة مخاطر السكتة القلبية، إيجيبشن كارديك أريست بروجكت أو إيكاب. الهدف من الفكرة إن دايما كلنا بنسمع عن حالات بتسقط سكتة قلبية أو سقوط فلان، وخاصة لما بتكون القصة درامية زي سقوط لاعب في الملاعب في كامل عنفوانه وفي سن صغير، أو سقوط شخصية مشهورة ولكن معدل الحدوث محدش عارف، وتبدو الصعوبة القصوى لأن احنا شهادة الوفاة لا تكفي، لأن دايما تختتم بالعبارة النمطية هبوط مفاجئ في الدورة الدموية ولا أحد يعلم ماذا. تاني حاجة برضو اللي بتخلي المشكلة صعبة إن هو لا توجد، ما فيش حد مدرب على صعوبة القيام بعملية الإنعاش، وعملية الإنعاش مش بالبساطة زي ما الناس بتردد قبلة الحياة، هي مش قبلة الحياة، بالعكس هو أهم شيء دلوقتي. كل الإرشادات الدولية بتتحدث عن الأهمية القصوى للتدليك الفوري 30 ضغطة في الدقيقة، لأن هذا يدفع الدم في الشرايين حتى لو كان دم نسبة الأكسجين فيه أقل من المثالية، تقريبا معدل طبقا للإحصاءات الأمريكية 1 في 1000. في مصر ما نقدرش نعرف، لكن لو طبقنا المعايير الأمريكية يبقى عندنا في 90,000 بيموتوا في السنة. في السن البالغين فوق 35 و40 سنة في الأغلب العام بتبقى نتيجة أمراض الشريان التالي. أقل من كده بتدخل عوامل أخرى، تضخم القلب الوراثي، أمراض الخلل في الكهروفيسيولوجية القلب، أمراض الصمامات، ضيق في صمام الأورطة، بعض الأمراض غير مكتشفة. هي السكتة القلبية بوجع عام نادرة الحدوث في القلب السليم، نادرة. وما يطلق عليه القلب السليم في الغالب ما بيبقاش سليم، إنما قصور وسائل التشخيص الحديثة هي اللي بتؤدي لأن احنا نقول عليه كده. بيحصل في الذكور أكثر من الإناث، وفي الناس المصابين بأمراض القلب أكثر من اللي ما عندهمش حاجة، و 60% منهم بتحصل قبل الوصول أو 80% قبل وصول عربية الإسعاف. مين الأشخاص المعرضين؟ هو ده اللي احنا بندور عليه. هناك أول حاجة تاريخ الأسري لحدوث وفاة في سن صغير، وفاة مفاجئة في سن صغير. هنا هدفنا إن احنا ندور على الناس دول عن طريق ملء استمارات معينة، ونجيب أقارب الدرجة الأولى والثانية ونفحصهم. نفحصهم فحص إكلينيكي، قياس ضغط وعمل موجات صوتية وتحاليل معملية، وأحيانا دراسات كهروفيسيولوجية، وفي الأماكن الأخرى قد تمليها الظروف يبقى دراسات جينية، لأن في أمراض بتحصل نتيجة طفرات جينية وأمراض وراثية. على الأب والأم أن لا يهملوا بعض الأعراض اللي تتحدث الصغار، زي مثلا الطفل كل شوية يغمى عليه أو يجيله تشنجات، ممكن ده ما يكونش هذا عرض من أعراض الصرع، وإنما يكون نتيجة ضربات سريعة في القلب تؤدي إلى خلل الدورة الدموية للحظات إذا لم يعالج، وله علاج هذا المرض. الجدير بالذكر هنا برضو بعض قد يتساءل بعضه، وإيه تاني اللي بيؤدي إلى السكتة القلبية؟ بعض الأدوية إذا استخدمت بدون إشراف طبي، زي الأدوية اللي تستخدم في حالات الاكتئاب والحالات النفسية إذا لم تراعى فيها الاعتبارات العلمية، نوعان من الوقاية، primary prevention أو الوقاية الأولية، إن إزاي أنا أجي للناس ما تعرضوش لتجربة زي كده وأقول لهم الحماية. الحماية طبعاً دي صعبة جداً، إن هي النصائح التقليدية لتجنب عوامل الخطر، عوامل الخطر اللي هي بالنسبة للشريان التاجي أساساً اللي هي السمنة المفرطة والكوليسترول العالي وضغط الدم المرتفع والسكر والتدخين والتاريخ الأسري، ودول يمكن السيطرة عليهم. اللي عندهم تاريخ أسري بالذات بيبقوا محل اهتمام أكثر، لأن بدور أكثر وأكثر على هذه العوامل. وكل الحكاية بنرجوهم إن هم الضغط ممكن السيطرة عليه، ونفس الكلام بالنسبة للسكر والوزن يمكن تخفيضه. الرياضة العادية ما فيهاش، يعني ياريت إن شاء الله حتى تبدأ برياضة المشي، واللي يقدر يعملها يقدر يعملها. في وقاية ثانوية للناس الأوريدي متعرضين لأن جت لهم حاجة كده، أو تعرف إن عندهم خلل في كهروفيسيولوجية القلب، ودول يتراوح ما بين عقاقير أو كي بموجات الراديو أو تركيب أجهزة مضادة. إنما في جميع الأحوال إحنا بنهدف إلى إن إحنا كجزء إحنا ككلية مصرية لأطباء الرعاية الحرجة
مهمتها الحفاظ على صحة المواطن المصري، نحن نواجه هذه المشكلة وعلميا يكون لنا الإسهام بتاعها، ما ننتظرش الأمريكان لما يجوا يقولوا لنا تعملوا